لما يهان المعلم في زمانه؟ ولما يهان المعلم في مجتمعاته وهو يعلم الجاهل منا وينصح العاصي ويوجه المقصر ويحسن إلى الفقير ويعطف على اليتيم ويكشف لنا المواهب ويشجع المبادر ويدفع المتكاسل ويصبر على الشقي؟ وصدق من قال: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن الندم. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. لماذا كان المعلم أن يكون رسولا؟ لأنه يأمر بالفضائل ويحذر من الرذائل، يربي النفوس ويعمر العقول بالعلم. فمن الواجب علينا أن نحترم المعلم، أي المربي الذي يربي الناس على الخير ويربيهم على الفضائل ويعلمهم ما ينتفعون به في دينهم وفي دنياهم. وعلينا أن نعلم أبناءنا حب المعلمين، أن نعلم أبناءنا ليس احترام المعلمين فحسب، بل حب المعلمين، لأن هذا المعلم ليس عدوا ولا ندا، بل هو الوالد الحاني والمرشد المتفاني والمربي الفاضل والمصلح المخلص. فالعلاقة التي تربط بين المعلم وبين تلميذه ليس علاقة مادية ولا هي علاقة ندية، وإنما هي علاقة محبة وتربية. فلنتعاون جميعا أيها الأحباب على رد الاعتبار للمعلم كل باسمه وصفته وعمله ووظيفته، من ذلك المجتمع والدولة والمؤسسات والهيئات، حتى نرد الاعتبار للعلم عامة وللمعلم خاصة. فلا خير في أمة لا تحترم معلميها، ولا خير في أمة لا تحترم مربيها، ولا خير في أمة لا تحترم فقهائها، ولا خير في أمة لا تحترم مشايخها وعلمائها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.